يمنا كده الاوتوستراد، وعلى شمالنا كده في مقبره. هي تبدو انت ماشي كده مقبره عاديه، لكن جواها شخص لما مات او اتقتل. فالراجل اللي هناك الخواجه قالوا له ده علي مات. قال لهم لا يمكن، علي ما يموتش. وعلى كل حال اذا كان فعلا مات فابحاثه هتفضل تعيش، لان علي ده المفكر ده مش ممكن يموت. من المتحدث؟ اينشتاين. يعني اينشتاين كان من اكتر الناس حزنا على علي مصطفى مشرفة الذي يرقد في حديقة قبة أفندينا. تعمل طريق اللي هو متسمي الاوتوستراد، اللي هو ما بين يعني المقطم ومدينة نصر. طبعا المكان ده كان فيه مقابر كتير جدا، ففي العادة الدولة لما بتعوز تغير يعني تستغل في منفعة عامة مكان يعني موجود فيه مقابر، بتدي للناس مقابر بديلة، وتدي فرصة وقت كافي 5 سنين أو 10 سنين للناس لا تستعمل مقابرها، عشان ما ييجوا ينقلوا بقى عظام، ما ينقلوش جثث حديثه يعني. فكان من ضمن المقابر اللي موجوده في الاوتوستراد اللي هي المفروض تتنقل واتنقلت بالفعل، كان مقبره هذا العالم الجليل الكبير العظيم. قول فيه زي ما انت عايز ومحدش هيردك ابدا. فمشكوره الحكومه تصرفت تصرف كويس. ما اعرفش مين اللي ورا الحكايه، هل هي اسره مشرفه؟ وانا اعتقد ان هي اسره مشرفه عملت دور كبير، انما جابوه في مكان قبه افندينا. قبه افندينا موجوده وصورناها لحضراتكم، حواليها جنينه كبيره جدا، مساحه كبيره جدا فيها مقابر الناس اللي كانت بتشتغل في الابعديه بتاعت الاسره الحاكمه، ودفنوه موجودين، وفي عاملين مقابر صدقه، وفي ناس من الاسره الحاكمه نفسهم حبوا يدفنوا في لحود عاديه. والمكان ده استقطع من حديقه مقبره قبة أفندينا لعلي مصطفى مشرفة. علي مصطفى مشرفة 1898 1950. لحظات موت مصطفى مشرفة مكتوبة في أماكن كثيرة جدا بآراء مختلفة، لكن القضية مش لأنه في كل الأحوال الناس في الآخر بتموت، لكن بيبقى مش عايز اقول الجدعنه، بس بيبقى المحبه الانسانيه. يعني شوف انت مصطفى مشرفة تكلم عنه علم وبتاع مش عارف، لا ده هو مش، ما هو كان كل امنياته في الحياه انه يشتغل في العلم عشان يعرف الناس هذا العالم وهذه الدنيا. وكان هدفه وهو بيشتغل حتى في مقالاته وفي كتبه هو تبسيط العلم عشان كل الناس تتعلم. مش تيجي تقول لواحد الذره فيقول لك انا مش فاهم يعني، لا هو بيعمل كتب كتير تقول لك يعني ايه ذره بمنتهى البساطه. كتب العالم علي مصطفى مشرفه كتب سلسه وبسيطه جدا تقدر تفهم منها. كان هدف مصطفى مشرفه ان الناس كلها تتعلم. ما كانش قضيته ان هو مخترع في الذره وانه عبقري في الذره، لانه بعد ما عمل كل الحاجات دي هو بيعملها في نفس الوقت بيعمل جمعيه هواه الموسيقى، في نفس الوقت بيدرس في الادب، في نفس الوقت بيعمل مناظرات مع طه حسين، مش مع اينشتاين بس، يعني يتناقش مع اينشتاين في الجوابات والمراسلات بينهم، ويعمل مناظرات ادبيه وثقافيه مع مصطفى حسين، مع طه حسين والعقاد والناس دي كلها. فكان هو ظاهره للانسان العبقري
بس الاول انا عبقري بجد، وبعدين فاهم يعني ايه عبقريه، فاهم ان العبقريه دي منحه بيديها ربنا للبني ادم عشان يهون على الناس حياتهم ويعلمهم حاجات كتير جدا 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 جدا. وهكذا كان علي مصطفى مشرف. ارجو من حضراتكم انه انتم، احنا مش بنمجد شخصيات ولا بنتكلم على شخصيات بقدر ما بنتكلم على معاني. الراجل ده الذي يركض هنا من سنة 1950 كان مقبرته، انا يعني ما اعرفش بالتحديد عملية النقل تمت امتى، لكن هو ميت يعني عند ربه من حوالي 69 سنة. لكن يبقى منه اشياء كثيرة جدا جدا جدا، كلها اشياء مش حلوة، لا اشياء مفيدة النهاردة. شاهد الموضوع على قبر علي مصطفى مشرفة باشا. هو المؤكد ان الملك ادى لقب الباشا لعلي مصطفى مشرفة، مؤكدة دي مفيش فيها كلام، لكن بعض الكتب بتقول ان هو باشا يعني مارس اللقب، وبعض الكتب التانية قالك باشة ايه وبتاع ايه. انا دكتور انا عالم، باشة ايه وكلام من ده ايه. وما كانش يحب اللقب، لكن هو اخذ اللقب. فنقدر نقول بقلب مليان هو علي مصطفى مشرفة باشا. وهو ولد في دمياط 22/0/1316 هجرية الموافق 11 يوليو سنة 1898 ميلادية، وتوفي إلى رحمة الله تعالى في 27 ربيع الأول سنة 1319 هجرية الموافق 16 يناير 1950 ميلادية. هو أول مصري شرقي حصل على الدكتوراه في العلوم سنة 1924 من جامعة لندن، عين أستاذا بمدرسة المعلمين العليا 1923 إلى سنة 1925، عين أستاذا مساعدا لقسم الرياضة بكلية العلوم بجامعة فؤاد الأول سنة 1925. فاحتج سعد زغلول باشا زعيم الشرق بمجلس النواب فعين أستاذا، احتاج لأن عين أستاذ مساعد فعينوه أستاذ للرياضة التطبيقية بجامعة فؤاد الأول سنة 26. انتخب أول عميد مصري لكلية العلوم بجامعة فؤاد الأول سنة 1936. خلي بالك كل الحاجات اللي هنقولها دي هو سنه دايما تحت، سنه يعني ما ينفعش، لكن المناصب كانت لابد أنها تروح له، فكان دايما سنه يعتبر اول سن ياخد المنصب ده. انتخب وكيلا لجامعه فؤاد الاول سنه 46 الى اخر 48 1948. بص يا سيدي بقى، ابحاثه العلميه العالميه في نظريه الكم والنسبيه والذره، في مؤلفات علميه وادبيه واقتصاديه واجتماعيه وفلسفيه وموسيقيه وتربويه، مستمره في ابحاثه وانتاجه الى النفس الاخير من حياته العظيمه. أسس واشترك في تأسيس جمعيات علمية واجتماعية وأدبية وفلسفية وموسيقية وتربوية، منها الجمعية المصرية للعلوم الرياضية والطبيعية والأكاديمية المصرية للعلوم والمجمع المصري للثقافة العلمية والمجمع العلمي المصري ومجلس فؤاد الأول الأهلي للبحوث ولجنة العلوم الرياضية والتطبيقية ولجنة العلوم الرياضية والطبيعية ولجنة طبيعيات النيل واللجنة الأهلية للرياضة البدنية واتحاد جامعة فؤاد الأول
ومجمع العلم المصري والشعبة القومية للاتحاد الدولي للطبيعة البحتة والتطبيقية. الحقيقة حاجة مذهلة. على فكرة كان عازفا باهرا على الكمان وعلى البيانو. هو العالم الوحيد في الشرق الذي، خلي بالك الواقعة دي شهيرة جدا، موجودة في كل الكتب، مفيش فيها كلام. أمريكا بعتت له جامعة برينستون عام 1947، قالت تعالى عايزينك تدرس عندنا. ملك فاروق مرضيش، أسكنه الله فسيح جناته وأصبغ عليه فيض رحمته ورضوانه، وعوض الأمة خيرا في فقد الرجل في فقد الرجل أو الراحل الكريم. علي مصطفى مشرفة، على فكرة كل اليافطة اللي انت شايفينها دي محتاجة كتب عشان تفصص أهمية هذا العالم. والعلم اللي تخصص فيه هو كان باهر فيه، العلم الذرة. وده موجود بقى عند ناس متخصصة يقدروا يقولوا لكم الكلام ده أكتر مني، بيقولوا بالتفصيل يعني إيه علي مصطفى مشرفة وإيه علاقته بالذرة والأبحاث اللي عملها واللي أضافه لنظرية أينشتاين بتاعت النسبية. إيه اللي عمله علي مصطفى مشرفة؟ عمل حاجات كتير جدا جدا جدا. لكن أنا مش عايز أقول لك إن دي الأهم ولا دي الأهم ولا دي الأهم، لكن عايز أقول لحضرتك إن الراجل ده لسه مادد إيده. يعني هو الراجل ده أنا شايفه مطلع إيده من التربة وحاططها في الأوتوستراد. حط إيدك في إيده. لأن هو فضل من أول ميلاده لغاية رحيله متمسك بفكرة أن يرتقي بالناس. طب يعني هو مات خلاص خلصت؟ لأ، أينشتاين اللي قال كده. قال لأ، ما أبحاثه موجودة. يعني علي ما يموتش، مش اعتراض على مالناش دعوة بأينشتاين يعني اللي في الحتة دي، لكن قال لك الراجل ده ما دام ليه الكتب دي والأبحاث دي والدراسات دي موت إزاي يعني؟ فعلي ما يموتش. ده رأي أينشتاين، ده مش رأي الحاجة عبد السميع اللي بعيد دوت. لا، فما يجي عالم كبير غير مجرى الدنيا زي اينشتاين ويبقى ده رايه في علي مصطفى مشرفه، يبقى لازم ننتبه. زائد انه ليه بقول لك انه علي مصطفى مشرفه يموت جسدا؟ ماشي زي ما انت عايز، وهو عظم تحت معروف، لكن هو عنده فكر ومادد ايده. هقول لك يعني انا طبعا نفسي اتكلم كتير جدا جدا، لو عايزين انا ممكن اقول لكم يعني اعمل حلقه حتى في الاستوديو اتكلم اكتر عن علي مصطفى مشرف. لكن انا عايز اقول لك الراجل ده ليه اقوال مقصوره. ده عالم، العالم ماله امال الكلام؟ لا، هو كان بيعمل كل الحاجات لانه كان عايز ناس تانية، عايز حاجه تانية. الملك فاروق ده نص مكتوب في الكتب، كان عامل جمعيه سريه اسمها شباب مصر، وكان هدف الجمعيه دي هو هدف الضباط الاحرار بالظبط، ان تتخلص مصر من الملكيه وان تصبح جمهوريه. وده كان بدا يحصل في العالم بقى، بدا يبقى كتير. فقال لك مصر خلاص مفيش ملك، فالقصر الملكي عرف هيعملوا ايه في علي مصطفى مشرفه ده. ده ما يتسجنش يعني. فبيقولوا ان هو قتلوه، ما نعرفش الصحه فين، لكن فعل علي مصطفى مشرفه لصالح الأمة المصرية خلى الناس تجد دافع غير مقبول لكنه دافع عند الملك انه يتخلص منه. زي ما بنقول انه عالم في الذرة هيغير العالم وهو مصري، يبقى اسرائيل تصح انها تتخلص منه. اما تخلصت ما تخلصتش، ما عندناش حاجة تثبت، ما عندناش حاجة تثبت، الا ان موته كان غريب. لكن طبعا السكتة اللي ممكن تحصل، لكن ممكن الملك يتخلص منه برضه، ممكن تحصل. طب اسرائيل تتخلص منه وتحصل جدا. راينا ذهبت سميره موسى يعني، ففي حاجات كتير. فانا هقرا لك قول من اقوال عمك علي مشرفه عشان تعرف ان انت مش جدودك بس اللي كانوا قبل التاريخ الفراعنه اللي انت بتتشرف بيهم، لا كان في جد يعني قريب العهد، أو نحن قريب العهد به يعني. في ناس لسه عايشة كانت يمكن شافت علي مصطفى مشرف. طبعا في يعني اللي اتولد سنة 30 دلوقتي عنده 90 سنة ممكن يكون شاف علي مصطفى مشرف. فهقرا لك حاجة عشان نعرف إنه الناس
لما بتحب الناس وبتسيب حاجة حلوة للناس لا تتسنى ما بتحمطش. مش اللي القرآن بيقول كده؟ الأكل والشرب قعد 100 سنة ما جرلوش حاجة، وكمان الفكر يقعد 1000 سنة وما يجرلوش حاجة. يعني إيه ما يجرلوش حاجة؟ يعني هو يعني حلو يعني؟ لا، تستعمله زي معجون السنان. أفكار هؤلاء العباقرة حاجة تستعملها كل يوم تلاقي صحتك أحسن بكتير. اسمع ما يعني جزء بسيط مما قاله علي مصطفى مشرفة، الدكاترة علي مصطفى مشرفة باشا. يقول علي مصطفى مشرفة في أقوال كتير جدا جدا، خدنا قول بس. من أوجب الواجبات على الدولة أن تترك العلماء أحرار في حكمهم على الأمور، أن تشعرهم باستقلالهم لأنهم قادة الفكر. فطالب العلم في عرضك، خلي بالك في عرضك، خلي بالك كلام درر. فطالب العلم طالب حقيقة، ومن طلب الحقيقة أحب الحق، ومن أحب الحق كان صادقا، ومن كان صادقا كان شجاعا، ومن كان شجاعا كان ذا مروءة، ومن كان ذا مروءة كان كريما، ومن كان كريما كان رحيما، وأحب الخير وناصر العدل، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر.